وقيل اهلا الشباب والشابات والمتابعين والمتابعات ديال كي جي 700 ام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو قبل ما نبداه خفيف ظريف، يعني مجرد راي شخصي، لانه مؤخرا ولات كتجيني في التعليقات بعض الكومنتيرات الخايبين، يعني اقليه، ولكن محيهم دائما، كنخسر عليهم بلوك واحد، ما كيبقاوش يكتبوا نهائيا في الفلاشين، واخا يكتبوا ما عرف شحال ديال التعليقات اللي كيقول لك انا كنفهم في كل شيء. الا رجعتوا الفيديوهات ديالي غير هذه واحد السنه قبل، جميع الفيديوهات اللي كنلوح يا اما كنقول هذا الراي الشخصي ديالي، يا اما كنعطي ادله وكنخلي المصادر تحت. ولكن شي ناس ما كتعرفش تقرا، كيقول لك لا حكا كيفهم في كل شيء، بحال اله ديالهم طريق القزيزه، اوكي، تيبغيو يدافعوا عليه بانه حكا انا حتى انا كنفهم في كل شيء، ولا في اماطور، ولا شوف شوف شوف. انا راي شخصي، دابا هذا الفيديو كيبقى راي شخصي. فانا مؤخرا تفرجت في فيلم ديال جون ويك الرابع، والناس اللي ما تفرجوش جون ويك يضيعوا نصف حياتهم. وجون ويك الرابع تشابتر 4 عجبني بزاف، وشي ناس، يعني شي ناس اللي لاحظت هما انهم ما عجبهمش، اوكي، الناس اللي كنعرف شي ناس ما عجبهمش، اوكي. فانا كنبغي نوضح من هضرتي دابا حاليا بانه انا عجبني داك الفيلم ونعطيه 10 على 10، اوكي. ومن حسن الصدف تخيلوا معايا في السيمانه اللي كنت كنفكر انني نمشي نشوفه في السينما، غادي يخرج ديجيتال بكاليتي زوينه، كاليتي دابا حاليا فابور، كتفرج فابور. فمعظم الناس اللي ما يعجبهمش هذا الفيلم هذا غالبا ما تفرجوش فيه في السينما، اوكي، وهذا واحد البوان فور ضدهم، اوكي، هي ديك اللعبه ديال خلص على الشكي، بمعنى انت ما تفرجتيش كاع في الفيلم في السينما وكتهضر، في حين يعني واحد اخر مشاو خلصوا وعجبهم وكل شيء، واللي ما اللي خلصوا ما عجبهمش هذوك هما اللي حق انهم يهضروا، اوكي. فكذلك يعني الفيلم راه ضرب واحد مليار ديال العائدات، الى ما قلت دي بيتيز كما نقولوا، ما متاكدش من هذه المعلومه، ولكن انا اللي في راسي اللي على حد العلم ديالي هو ان الفيلم ديال جون ويك ربح مليار دولار، اوكي. فاللحظه فين تسرب غالبا واش مالي الفيلم عاقو ولا شي لعبه، لايونز جيت، حيت هما داروا الانتاج لايونز جيت، وقيله واش عاقو ولا شي حاجه. في السيمانه فين غيتسرب الفيلم بكاليتي مزيانه هو السيمانه فين قرروا انهم يلوحوا الديجيتال، فهما النسخه الديجيتال كتكون عندهم، اي فيلم نسخه ديجيتال كتكون عندهم محفوظه، ولكن كيتسناو الناس تبقى تشري حتى دوز واحد 3 شهور مثلا، حتى داك الفيلم يموت من قاعات السينما، عاد كيخرجوا في فيرسيون ديجيتال والناس كتشريه مثلا. وهذا اما دابا خرج بيراتي، تفرجت فيلم بيراتي من عقر دارنا، يعني شديت به واحد الليله صراحه ممتع. فكاين شي ناس عموما اللي غنحاولوا نشرحوا في هذا الفيديو هذا علاش ما عجبهمش، وتا انا كنقول لو فكرت بالعقليه ديالهم كان ما غيعجبنيش. فنمبر 1، الحاجه نمبر 1 هي انهم كيفكروا بعقلانيه بزاف، واحد الفيلم اللي مقصود به فقط المتعه. فحنا شنو هو البلان من جون ويك اصلا؟ ماشي حنا، الناس اللي داروا جون ويك البلان ديالهم سيكو انهم كيعوضوا الناس اللي هما توحشوا ذا ماتريكس، توحشوا يتفرجوا نيو، توحشوا يتفرجوا كيانو ريفز كيبندخ في بنادم، كيضرب في بنادم بشي بريتكست اخر، ماشي بريتكست ديال الماتريكس والفلسفه بزاف وكذا والالكترونيك وداكشي، لا خرجوا هاد المره داروا الى لاحظتوا راه بريتكست باسل ديال جون ويك، زعما باسل بمعنى بايخ، داكشي باش كيضحك، ان واحد الشخص قتل ليه فقط الكلب ديالو وسرق ليه السياره، وعلى داك الكلب والسياره غادي يدير غوينه الكحله، اوكي، غادي تجبد واحد 4 ديال الافلام، اوكي. فهذا هو البلان، هو انه يعني جاهم بعدا البلوت بايخ، زائد كذلك انهم جاهم شي حوايج غير عقلانيين، بمعنى مثلا داك السوت، داك لافيست، يعني داروا لجون ويك واحد لافيست اللي هي فيها جيلي باربال، فهادي اول مره، يعني انا لاحظت اول مره الفيلم غادي يخرج الخيال العلم شحال هادي، يعني واخا كان داكشي فيه الكذوب، ولكن كان الكذوب شي شويه معقل، كان القرطاسه كان كذا. واحد الوقيته في الفيلم الثالث ولا مع الثاني داروا واحد لاسين فين كيديروا كواتم الصوت قدام الناس، ففي هذيك اللحظه انا بديت كنشك، كنقول هذا الفيلم هذا خيال علمي، مع في الفيلم الاول كاع حتى الناس اللي هما كارهين لهذا الفيلم ديال جون ويك 4
في الفيلم الاولاني كل شيء عجبه. علاش كل شيء عجبه الفيلم الاولاني؟ لانه كان منطقي حقيقي واقعي، واقعي كان ممكن يطبق في على ارض الواقع. اوكي، فهذا ربعه وثلاثه وكذا بدا شي شويه الكذوب. اوكي، فهادشي اللي ما عجبش بزاف الناس. مظاهر الكذوب شنو هما؟ جيلي باربال كذلك، انه كيطيح ولا كيطيح من عماره وما كيهرس حتى ضلعه، كيطيح يعني من الدروج. وهذيك الطيحه في الدروج انا راه عرفت لا ريفيرونس منين جات. غير لاحظتوا المهم واحد الحلقه كاينه في ساموراي جاك، خونا حتى هو كيطيح كيبقى يدردب 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 مع الدروج، عاوتاني كيطلع عشان كيطيح يبقى يدردب 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 مع الدروج، فهمتوني؟ فبحال هكاك جابوها من تماك. راه كاينين واحد لي ريفيرونس فداك الفيلم، راه كيجيبو من كلشي، كيجيبو من الكارتون، واحد الوقيتو جابو من الميتريكس، واحد الوقيته غير الا لاحظتوا الا كانت عندكم دقه الملاحظه، كان نيو كان يعني جون ويك كان كيدابز، واحد الوقت هو يستوبي واحد الكار، واحد يعني واحد الطوموبيل، ولكن دار ليه هكا لان هذيك ريفيرونس ديال دوك القرطاسات، عرفتي في نيو كيحبس القرطاسات بهكا. فتا جون ويك كانوا دائما الاعداء كيدخلوا فيهم دوك الطوموبيلات، الا هو واحد الوقت دار واحد الطوموبيل هكا ويتفراني. اوكي، كاينين شله ديال لي ريفيرونس في داك الفيلم فما عجبهمش. ثانيا لانه طويل، بعض الناس جاهم طويل وانه ممل وانه غائب فيه لي دايالوجز. اوكي، غائب فيه السكريبت، ما كيهضرش خونا جون ويك، ما كيدويش بزاف في الفيلم، داكشي باش هو ما عجبهمش. وفقط انه غير دباز غير دباز غير دباز، وهي فعلا فعلا غامره في هذا الفيديو في يعني في هذا الفيلم غامره بزاف، بانهم طيحوا الفكره ديال جون ويك في غير دباز 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 صافي. وكذلك ان كيانو ريفز ما كيدويش بزاف، لانه هو الممثل كيانو ريفز اصلا عطاوه السكريبت، راه كان غيدوي، ماشي ما كانش غيدوي، كان غيدوي، ولكن كيانو ريفز رفض قال لهم انا ما نقول والو. وجات كذلك يعني بان المسوغ ديالها ربما هو كذلك ان الفيلم كان مسترسل. غير لاحظتوا هاد اربعه الاجزاء راه ما كانش فيهم ستوب نهائيا، راه واخا كيمشيو 3 سنين 4 سنين باش كيخرج جزء جديد، ولكن الا تبعتيه مع القصه بحال مثلا الا تفرجتي في اربعه الافلام دقه واحده يبان لك بانهم ما حبسوش. بحال هذاك اليوم الموالي، شتي فيلم الموالي هو اليوم الموالي، داكشي باش بزاف الناس ما عجبهمش الامر وشافوا جون ويك بحال عيان، لانه فري عيان راه ما خداش السوفل. ذاتس ذا بوينت، انه يمرمدوه مزيان وانه دائما كيتمرمد وكيدير شي حاجه في الاخر. اوكي، فكان نورمال يعني، انا بالنسبه لي كان نورمال انه ما يهضرش بزاف، كان نورمال انه يمثل ثقيل لانه خصو يكون عيان، راه ما خداش الراحه. راه في الفيلم الثالث راه طاح من السطح، في الفيلم الثالث طاح من السطح، عاوتاني الرابع مشاو نقدوه ودغيا عاوتاني يتبعوه، اوف كورس يعني ما غاديش يرتاح. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بان لي يعني في لي كريتيك، الناس اللي ما عجبهمش جون ويك قالك انه غير منطقي، انه وهي فعلا هو غير منطقي. هذه كانت اول مره انهم غادي يدخلوا في شي حوايج اللي هما خيال علمي كما نقولوا. وقال لك شي شخصيات كما نقولوا قتلوهم، ما عقلتش بالضبط شكون اللي قتلو. اوكي، ما عقلتش بالضبط، وانما يعني ولا داك شي فاست بزاف. انا صراحه عجبني، والناس اللي ما عجبهمش اي دون نو من حقكم، هادشي اللي كاين من حقكم. غير ما هو زعما جون ويك انا كيجيني يعني الانسان خصو يتفرج فيه يطلق عينو وصافي. اللي لاعبين فيه هما هو الكاركتير بيزاج. اوكي، هما ما لاعبينش على القصه اصلا، ما انت ما فاهمش الكونسيبت ديال جون ويك. جون ويك راه هو انك تطلق عينك يعني فيه بغا البيبرز بزاف. الا مشيتي كيدخل مثلا جون ويك كيدخل في هذيك الكنيسه كيديروا عرض، عاوتاني كذلك ملي كيجيو يدويو في هذاك الفندق ولا شي، كتلقى بانهم مكان التصوير ما فيش السقف، دائما السقف كيكون عالي، دائما مثلا يصوروا في يعني في باري يعني في باريس، فالبلايص كيكونوا غالبا مفتوحين الى اخره الى اخره. اوكي، هادشي اللي كاين، ونتمنى ما نكونش كثرت عليكم. يعني اللي بغى يخلي الكومونتير لتحت واش عجبو جون ويك فور الاخر ولا لا. المهم راه جون ويك 5 راه ان ذا ميكين. وكنعاود نقول الناس اللي كرهوا جون ويك،
جون ويك راه كيما نقولوا راه كلاوكل. اوكي راه عرفتي شحال الناس خدمات وشحال الناس دبرات على الفلوس من داك المشروع، راه بزاف. راه باش واحد الفيلم يدخل مليار راه خدم بزاف الناس ونقد بزاف الناس من البطاله. هذاك الفيلم اللي انت كاراوكي فغيخرج واحد اخر فايف وكذلك جست فور فان، الانسان غير يتفرج يعني الدق وتشنديخ وهذاك الشيء اللي كاين. وبيس ليكم واش عجبكم ولا لا، انا كنعاود نقول راه عجبني راه ماشي ما عجبنيش، لكن نحاول ما عرفتش الناس اللي ما عجبهمش كنحاول نشرح علاش، وهذا الشيء اللي كاين. ابيس باي باي.